مرحبا بكم متتبعينا الكرام في أخبار قناة سبايس نيوز، وهذا أبرز عنوانها. هزة أرضية تثير الفزع والخوف في نفوس ساكنة أكادير. وفي التفاصيل، هزة أرضية بقوة 4.5 درجات على سلم ريشتر شعرت بها ساكنة أكادير على الساعة 5:51 من فجر يوم الاثنين بالحي المحمدي، حيث تتواجد عمارات سكنية من 10 طوابق. كان الإحساس أكثر قوة، فهناك من استيقظ من نومه بسبب الهزة، في حين أن آخرون بدأوا بالصراخ بعدما تحركت بهم الأرض. وفي نفس المنطقة استيقظ آخرون على وقع تساقط الأواني بالمطبخ وتحرك النوافذ. هذا وقد أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4.5 درجات على سلم ريشتر صباح اليوم الاثنين بعرض ساحل إقليم أكادير. وأوضح المعهد في نشرة إنذارية أن هذه الهزة التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم أكادير وقعت على الساعة 5:51 و46 ثانية صباحا بتوقيت المغرب.